هي أسباب الخلاف الأخير بين ألويات الجيش الوطني في تعز؟ هل هناك قوى إقليمية وراء هذه الخلافات؟ والسؤال الأهم، لماذا لا يسلم الجيش المناطق داخل المدن والأرياف للأجهزة الأمنية ويذهب لجبهات القتال ضد الحوثيين؟ أهلا بكم. تصاعدت وتيرة الخلاف الذي خرج للعلن بين قيادة محور الجيش في تعز وقيادة اللواء 35 مدرع على خلفية تنازع النفوذ العسكري على مناطق في مديرية التربة. وتشكلت اليوم الأحد لجنة برئاسة الوكيل عبد القوي المخلافي والوكلاء رشاد المخلافي وعارف جامل وعبد الكريم الصبري بهدف احتواء الأزمة. وذكرت مصادر لقناة بلقيس أنه تم التوصل إلى اتفاق بين قيادة المحور واللواء الحمادي أقر انسحاب كل من اللواء 35 مدرع واللواء الرابع مشاه جبلي إلى الجبهات وتسليم مدينة التربة للأمن العام وقوات الأمن الخاص إلى جانب تشكيل لجنة أمنية في المديرية. كما قضى الاتفاق بإزالة جميع النقاط المستحدثة على امتداد خط تعز التربة وبقاء النقاط المقرة من قبل اللجنة الأمنية لعدد 17 نقطة. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ ما أقر في الاجتماع. لم تعد قضية تحرير تعز في أعلى سلم أولويات الجيش الوطني وقيادة الشرعية، هكذا تقول الصراعات الجانبية بين ألويات الجيش، التجاذبات الحزبية الضيقة والصراع على النفوذ والمربعات والتباب أصبحت هي من تشغل قادة تعز. مديرية المصراخ مربع تابع للواء 35، ما يحقش لأي من كان. أزمة بين قيادة الجيش في تعز ظهرت تداعياتها في مقاطع مصورة وحملات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي. عنوان هذه الأزمة هما قائد اللواء 35 عدنان الحمادي وقيادة المحور ممثلة باللواء خالد فاضل. مورس علينا اقصاء، مورس علينا لا نحصل على أي دعم. أخرج اللواء الحمادي الخلاف من الدوائر العسكرية إلى العلن وخرج مخاطبا الجماهير أنه يتعرض لظلم وإقصاء من قبل قيادة المحور. تحدث الرجل عن إشكالات إدارية وقيام قيادة المحور بتسليم مناطق عسكرية في منطقة المصراخ للواء الرابع مشاه جبلي بعد أن كانت تابعة للواء 35 مدرع بحسب الحمادي. خروج الخلافات العسكرية من إطارها القانونية والتراتبية العسكرية وعدم تدخل هيئة الأركان أو نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر يلقي الكثير من الأسئلة حول وجود قيادة عليا للجيش يحتكم إليها وفق القوانين والتقاليد العسكرية. مخاطر نشوب صراع مسلح بين الألوية العسكرية قد يعني إشعال فتيل لا يمكن إطفاؤه، وهو ما جعل السلطة المحلية تقوم بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل عبد القوي المخلافي وبقية وكلاء المحافظة بهدف حل الخلاف القائم. اللجنة التقت باللواء الحمادي وقيادة المحور وينتظر أن تعلن عن نتائج هذه الجهود. الرئيس هادي وقيادة الأركان يبدو معزولين عما يحصل في تعز، وهو ما يجعل العبارة التي قالها القائم بأعمال وزير الدفاع اللواء المقدشي بأن تعز قطاع منفصل حقيقة أثبتت الأيام أنها لم تأتي من فراغ، إذ لا جهود لاحتواء أزمة يفترض أنها داخلية في الوقت الذي تركت فيه المدينة للتجاذبات الحزبية وتحكم أصحاب النفوذ. المحافظ أمين محمود لا يزال خارج المدينة المشتعلة منذ أسابيع، ومصادر تفيد بأنه معتكف دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء تركه للمحافظة. ماذا تفعل ألوية الجيش داخل المدينة وريفها؟ سؤال طالما كرره أبناء تعز مناشدين الجيش أن يتحرك إلى جبهات القتال مع ميليشيا الحوثي بدل الصراع على مربعات المناطق المحررة. التساؤل ذاته طرحه المتحدث باسم الشرطة النقيب أسامة الشرعبي على صفحته، وناشد قوات الجيش أن يتركوا مهام تأمين المدينة وأريافها للأجهزة الأمنية وأن يتفرغوا للعمليات العسكرية ضد الحوثي الخصم الذي لم يعد على سلم الأولويات. مراقبون محليون يقولون إن هذه التوترات سببها محاولة تدخل الإمارات بين الأطراف التعزية ودعمها لبعض الفصائل في الجيش من أجل أجندات إقليمية باتت واضحة. ويبقى السؤال، لماذا يسمح الرئيس هادي ونائبه بكل هذه الصراعات رغم أنه قادر على تعزيز حضور الدولة
ومنع حدوث هذه الاختلالات. إذا مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أختي. أهلا بك معنا في هذه الحلقة. وتجاذبات سياسية تحولت إلى خلافات عسكرية، برأيك ما الذي يحدث في تعز، وكيف تحولت أو كيف تتابع ما يحدث فيها على مستوى هذه الخلافات العسكرية بين قيادات الجيش؟ في البداية أوجه الشكر لكافة أفراد الجيش الوطني ومن كانوا مقاومة شعبية في محافظة تعز بشكل عام كأفراد لما قدموه طوال 3 سنوات، ونحن في السنة الرابعة إلى اليوم، لكن ما قدموه يصبح عديم الجدوى. هناك ما يقارب 20,000 بين شهيد وجريح، جرحى ذوي إصابات خطرة وجرحى متوسطون وأقل ضررا. هنا نحن أمام عمل كبير أنجز في تلك الفترة، لكنه إذا لم يكتمل فإن نتائجه سوف تكون انتكاسة كبيرة، وسوف يفهم الناس أنه جرت تضحية بهؤلاء بسبيل اللا شيء. ما يحدث في تعز بدرجة أساسية هو غياب للرؤية بشكل عام. ما المهام المنجزة؟ هو تجنيب للمشكلة الأساسية التي على الجيش أن ينجزها، وهي مسألة التحرير وتفرغ الجميع أيضا لأعمال جانبية. هذه العملية سببها أن هنالك قوة بشرية كبيرة كان يجب أن يجري دفعها إلى المعركة، كانت تقاتل على جبهة طولها ما يقارب 360 كيلومتر. تقلصت هذه الجبهة في الجزء الغربي من المحافظة إلى حد كبير وفي أجزاء منها، وبدأت تبرز أدوار الصراعات في إعادة التنظيم. أي أن ما كان يعرف بالمقاومة في تعز كانت تحقق إنجازات كبيرة، وقلنا أن تحويلها إلى جيش قد يدفعها إلى تحقيق إنجازات أكبر في مسألة تحرير المحافظة، لكن يبدو أن المقولة القائلة عندما يكون لديك جيش كبير فلا تدعه يستسلم للفراغ فيتحول إلى قوة إزعاج وتبرز مشكلاته الجانبية. ومع الأسف الشديد هنالك قوى شابة في تعز أيضا تغيب عنها الرؤية والمهمة الأساسية، أي أن هنالك فقدانا لآلية التوجه تعمل على مسألة نبش عددا كبيرا من المشكلات، شحن الشارع، تخويف الناس، ممارسات أيضا كانت خاطئة ربما لسوء التنظيم لعدم استكمال الجاهزية كما يطرح العسكريين. كانت دائما مبررات الجميع أنهم لا يمتلكون الإمكانيات، فكيف كانت الإمكانيات رغم بساطتها في الأيام الأولى؟ وفي عام 2015 للمقاومة كانت تحقق إنجازات كبيرة، استطاعت انتزاع وسط المدينة، استطاعت انتزاع أخطر الأماكن، استطاعت انتزاع مرتفعات جبلية. لماذا عندما بدأت العملية تنقشع نحو الأمام بدأت تظهر لدينا الصراعات، أو بدأنا نحتل ما حررناه، وكأننا كما يقول المثل العربي كتلك الضبع الذي بحث عن ابن الحمار لكنه حين وجده أكله. وهنا المسألة الأساسية، الجيش عليه أن يعي شيئا واحدا في تعز، أنه وجد لتحرير هؤلاء، فلا داعي لمسألة إرهابهم. عاش الناس حقيقة حالة من الإرهاب، لكنهم أيضا معذورين لأن نتاج ما حدث في مدينة تعز انعكس على الأرياف. نتاج 300 عملية اغتيال تقريبا، وحالة الخوف والترقب، حالة أيضا اللا صدق والتجاذب بين القوى السياسية، حالة اللا وضوح، كلها تندرج بدرجة تحت عنوان كبير اسمه حالة التشظي في الهوية الوطنية. الجميع لا يرون ما الذي الجميع لا يرى ما الذي يجب عليهم إنجازه. مع هذا كنا نراهن أنه لا زال هنالك عقلاء لتعز، لا زالت هنالك قيادات قادرة على احتواء الموقف قبل أن يتفجر، والحمد لله الذي جرى احتلاء هذا الموقف. كما أنه إن لم تكن هناك قيادات محلية بهذه الكفاءة وقادرة على احتواء الموقف كانت هنالك قيادة للبلد وكان عليها أن تتدخل. هنالك إشكالية. نعم، إذا وأنت تتحدث عن تدخل القيادات أستاذ عبد الهادي، يعني هناك من يتساءل أين موقع المحافظ من هذه المعادلة؟ لماذا يغيب دور القيادة السياسية في احتواء هذه المواقف؟
يقال دائما أن الغائب له عذره، له عذره المحافظ خارج المحافظة أو خارج الجمهورية بشكل خارج البلد تماما، هو أيضا يعاني من ظرف صحي ويتواجد خارج البلد، كما أن أيضا قائد المحور متواجد خارج البلد، لكن هنالك وكيلا للمحافظة لشؤون الدفاع والأمن، هنالك عددا من الوكلاء وهم أيضا قيادات سياسية وقيادات إدارية ومن الوجاهات، هم من تحركوا على رأس هؤلاء الوكيل الأول الدكتور عبد القوي المخلافي، ثم الأستاذ محمد عبد العزيز، وأيضا الأستاذ رشاد الأكحلي، الأخ عارف جامل، القيادات هذه، وأيضا اللواء عبد الكريم الصبري وهو أعلى رتبة عسكرية بين كافة القيادات العسكرية، وأعتقد أن هذه الرتبة لها احترامها، لها هيبتها، وأيضا أركان حرب المحور القائد الحقيقي للمحور في هذه الفترة وهو أيضا العميد عبد العزيز المجيدي، هؤلاء وقائد الاستخبارات العسكرية في المحور، هؤلاء جميعا معنيون وعقادة الألوية بهذه الحالة. نعم. إذن كل من ذكرتم ربما كانوا حاضرين في الاجتماع الذي حصل اليوم. دعنا يعني نستضيف معنا العقيد عبد الباسط البحر المتحدث باسم محور تعز من تعز. مساء الخير استاذ عبد الباسط. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيفك الكريم والاستاذ عبد الهادي العزيزي القامة الوطنية المعروفة. أهلا بك سيادة العقيد، وبداية حدثنا عن اللقاء الذي جرى بين عدد من قيادات السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية أيضا بمنطقة الخيام بمديرية المعافر. الحقيقة اللقاءات مستمرة ومتواصلة بين كافة القيادات العسكرية والأمنية وأيضا السلطات المحلية والمدنية، وهي بشكل دوري وتلقائي و أسبوعي إن لم يكن يومي، فهناك تواصل مستمر بين كل القيادات وتبادل للزيارات وأيضا الاجتماعات بشؤون مختلفة، تدارس شؤون مختلفة سواء عسكرية أو أمنية أو محلية وتنموية. هذه الاجتماعات روتينية وطبيعية و نعم، أنا لا أتحدث عن الاجتماعات الطبيعية سيادة العقيد، وإنما أعني الاجتماع الذي حصل في الخيامي، وتشكلت اليوم لجنة برئاسة الوكيل عبد القوي المخلافي وغيره من الوكلاء، يعني هذا ما قصدته. هذا الاجتماع ذكرت لك هذا الاجتماع حدث قبل يومين، ثلاث اجتماع في الأسبوع الأول، حدث اجتماع في الترباب، حدث اجتماع في المحافظة، حدث اجتماع منطقة العين، حدث اجتماع ببني حماد، حدث اجتماع بقيادة المحور قبل خمس أيام. لماذا خلصت هذه الاجتماعات إذن؟ يعني الأوضاع روتينية كانت متوترة خلال هذه الفترة، ما فائدة هذه الاجتماعات إن لم تقضي على هذا التوتر؟ بالنسبة للتوتر، ما يحدث من توترات ليس في ألوية الجيش أو السلطات الرسمية والشرعية، هذه قيادات الجيش والقيادات الأمنية والسلطة الشرعية ملتزمة بمهنيتها وبارتباطها وتراتبيتها العسكرية والمهنية. ما يحدث من توترات هي بفعل عوامل خارجية، إما بفعل عناصر خارجة عن النظام والقانون، أو بفعل عناصر من المطلوبين أمنياً، أو من البلاطق الذي لهم سوابق، أو من ما يحدث من تجنيد خارج إطار المؤسسة الشرعية والأمنية، أو عودة بعض العناصر المشبوهة ممن كان يقاتل في صفوف الميليشيات الانقلابية. هؤلاء هم من يسعوا إلى تكدير الأمن في منطقة تربة وفي منطقة تعز، ويستخدموا ويوظفوا من بعض الأطراف هنا وهناك لهذا الغرض. أما بالنسبة للمؤسسات الشرعية ومؤسسة الجيش والمؤسسات الرسمية، فهي مؤسسات كالجسد الواحد، قد تحدث أحيانا سوء تفاهم أو سوء فهم هنا أو هناك، لكن يتم إزالته بالاجتماعات المتواصلة وبالتواصل المستمر وإيضاح الأمور، وعندما تتضح الصورة أمام الجميع. نعم، ربما هذا سوء التفاهم سيادة العقيد،
ربما سوء التفاهم هذا الذي تتحدث عنه هو ناتج عن وجود ألوية الجيش، بعض ألوية الجيش في يعني قلب المدينة وفي الأرياف أيضا، لما لا يتم ذهابها إلى الجبهات؟ وهذا ربما ما خلص إليه الاتفاق الأخير الذي لا تود الحديث عنه، لا أدري لماذا. يعني وسائل الإعلام تحدثت عن تشكيل لجنة برئاسة الوكيل عبد القوي المخلافي والوكلاء رشاد المخلافي وعارف جامل وعبد الكريم الصبري، إذا لم يكن هناك أمر ما لما ستشكل هذه اللجنة؟ تم التوصل إلى اتفاق بين قيادة المحور واللواء الحمادي، أقر بانسحاب كل من اللواء 35 مدرع واللواء الرابع مشاة جبلي إلى الجبهات، وتسليم مدينة التربة للأمن العام والقوات الأمن الخاص وغيره من الاتفاقات التي حدثت. أنا لا أريد أن أتحدث عن اتفاقات، لأنه ما هو متعارف عليه عسكريا هي أوامر عسكرية، أوامر عسكرية تنفذ، قرارات عسكرية تنفذ بحذافيره، لا يوجد أي عسكري أو ضابط أو قائد لواء أو قائد محور أو منطقة لا ينفذ الأمر العسكري أو يكسر الأمر العسكري ويتمرد عليه، هناك أوامر عسكرية وهناك انضباط واحترافية في المؤسسة العسكرية والأمنية، وهي ملتزمة بتنفيذ الأوامر نصياً من برقية تصدر لهم من كلمتين يتم الالتزام بها والتنفيذ. يعني هل أفهم من كلامك سيادة العقيد أن هذا الأمر إليها؟ نعم، أن نتائج هذا الاتفاق غير ملزمة للألوية العسكرية بحكم أنها لم تكن أوامر عسكرية، واسمح لي أن يعني أقرأ عليك وعلى سادة المشاهدين نص الاتفاق الذي تتداوله الوسائل الإعلامية. الاتفاق نعم أريد أن أوضح، بالنسبة للأوامر العسكرية هي أوامر ملزمة، بالنسبة للتواصل وبحث يعني قضايا أمنية وقضايا عسكرية وما يخدم المنطقة خارج إطار العمل العسكري المنظم، هذه أمور ذكرت لك أن الاجتماعات بشأنها متواصلة ولا تنقطع، ويحدث تواصل بين كل القيادات سواء على المستوى الرسمي أو خارج المستوى الرسمي، لكن في الأخير بالنسبة لما يتخذ من قرارات في الأطر الرسمية هي قرارات ملزمة والجميع يعمل على تنفيذها، قد تحدث اجتماعات في وسائل وطرق التنفيذ. بالنسبة ما قضى من يعني ألوية الجيش، كل ألوية الجيش لديها مسارح أعمال قتالية وهي ملزمة بالمسارح الأعمال القتالية المكلفة بها من المستوى الأعلى، ولكل لواء نطاق محدد، وإذا استدعت الظروف أو استدعت الضرورة مشاركة ألوية الجيش في حفظ الأمن بطلب من الأجهزة الأمنية فالجيش لن يتوانى ولن يقصر في ذلك. بالنسبة للنقاط تم صدور قرارات بتسليمها للجهات الأمنية والشرطية في الأمن العام والأمن الخاص والشرطة العسكرية، وبالنسبة للمواقع العسكرية التي هناك ضرورة لبقاء الجيش فيها مع عدم الانتشار خارج المواقع العسكرية في المناطق المدنية. نعم، إذا اسمح لي أن أقرأ عليك نص الاتفاق الذي حدث، أنت أستاذ المشاهدين أيضا، أو أبرز نقاطه وهو وصل إلينا عبر مصدر عسكري خاص بقناة بلقيس. الاتفاق نص على انسحاب اللواء الرابع من التربة، انسحاب جميع النقاط والمواقع المستحدثة من قبل لواء 35، تسليم الجانب الأمني لقوات الأمن الخاصة والأمن العام، إبقاء الوضع العسكري في التربة كما كان قبل حصول هذا التوتر، بحيث يبقى القطاع العسكري للواء 35 مدرع والذي مقره التربة، النقاط العسكرية تبقى فقط المعتمدة من قبل اللجنة الأمنية الذي صدر بها قرار المحافظ وعددها 17 نقطة، أولها نقطة رأس هيجة العبد الذي تتبع اللواء 35. طبعا تم الاتفاق على إنهاء التوتر في التربة وباقي المصراخ والمعافر، وأيضا تم تشكيل لجنة أخرى لتنفيذ الاتفاق، سمي يعني حتى أعضاء اللجنة، ويبدأ التنفيذ من غد. أود أسمع تعليقك سيادة العقيد. هل قد قرأت قرارات سابقة بهذا الخصوص؟ نعم، يعني هذا هو آخر قرار وصل، يعني كل النقاط التي ذكرتها صدر بها قرارات عسكرية وأمنية وهي ملزمة للجميع. قرار لما لم تنفذ حتى الآن سيادة العقيد؟ لما لم تنفذ؟ لما بالضرورة أن تعاد مرتين وثلاثة وأربعة حتى يتم التنفيذ؟ يعني ما الجدوى؟ ولذلك أنا أقول لك أن القرارات العسكرية ستتخذ طريقها إلى التنفيذ و يعني بشكل مهني واحترافي، وكل لواء سيطبق القرار
الخاص من المستوى الأعلى، سواء على مستوى مسرح العمليات أو على النقاط المستحدثة أو على تسليم النقاط الأمنية أو عدم الانتشار خارج المواقع العسكرية أو غيره مما ورد في القرارات اللجنة الأمنية مسبقا. نعم، نتمنى ذلك بطبيعة الحال، ونتمنى أنه يعني فعلا لا يوجد أي توتر ولا يوجد أي شيء، هذا ما نريد أن يكون عليها الجيش الوطني. شكرا جزيلا لك سيادة العقيد عبد الباسط البحر، المتحدث باسم محور تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، ما هو تعليقك على النقاط التي تم إرادها لسيادة العقيد عبد الباسط البحر وتصويره المشابه بأنه مجرد اجتماعات دائمة تحدث يوميا وأنه لا يوجد شيء، على العكس الوياه هي في وئام وهم يعني يشكلون جبهة واحدة وما إلى ذلك، من الحديث الذي ربما استمعت إليه؟ الحديث ينم عن أن هنالك فعلا أزمة ومشكلة وتشنجا كبيرا جدا من كل الأطراف أن نتفق على إما أن نخرج جميعا أو نبقى جميعا ضمن دائرة ضيقة هي ما معروف بها مدينة التربة وما حواليها، أو بالأصح مديرية الشمايتين هي نقطة الخلاف والاختلاف. هذه المديرية هي التي يمر فيها الخط الرابط بين تعز وعدن. هنالك حالة من الاستحواذ، هنالك حالة من الرغبة في مسألة تقاسم هذا الخط الاسفلتي، وهي الحالة التي ربما كانت الميليشيات تمارسها بأن سيطرت على كافة الخطوط الاسفلتية، ميليشيات الانقلاب الحوثي في جميع مناطق الجمهورية. اليوم ربما تنتقل الحالة مع الأسف الشديد إلى بعض الأطراف. تحدثنا كثيرا، تم تشكيل اللجنة الأمنية في تعز، لماذا لم تشكل لهذه اللجنة الأمنية في المديريات كافة فروعا لها؟ تم تحديد المسرح العمليات للجيش، أين ما نسميه بغرفة عمليات الجيش، القيادة العامة للجيش أو القيادة الحربية للجيش، خطتها أيضا، أين تختفي بقية الدوائر، الشرطة العسكرية، النيابة العسكرية، القضاء العسكري، لماذا لا تستكمل البنية داخل المحور؟ كيف تجري الاستعدادات؟ اليوم بقية أطراف الجيش تقاتل في صعدة، في الحديدة، في بقية المناطق، وفي تعز كان الجيش يستعد لمعركة داخلية، بمعنى أن هنالك غيابا للرؤية، هنالك غيابا لوحدية القرار، هنالك غيابا للضغط. اليوم كنت أنا أتمنى أن أسمع أن الجيش الوطني في تعز يمارس ضغط على ميليشيات الحوثي حتى لا تنقل بعض قواها الفائضة من مدينة تعز أو من محافظة تعز باتجاه خط النقل الذي يعتبر خط العدن حيس عبر محافظة إب لتعزيز قواتها في الساحل الغربي، وهذا مع الأسف الشديد. هذا أولا. الجانب الثاني أن ظاهر الاتفاق أن هنالك حالة انشقاق، أن هنالك حالة توتر كبيرة، ومع الأسف الشديد مارست بعض الأطراف السياسية والإعلام العسكري، أي أن هنالك مجموعة كبيرة من الإعلاميين العسكريين المحسوبون على الجيش هم من مارسوا نفخة داخل المجتمع وحالة التهديد وحالة التشنج. نعم، لكن بعض القوى السياسية في تعز لم تتحمل مسؤوليتها، لم تتحمل مسؤوليتها. نعم أستاذ عبد الهادي، لكن هذه الاتفاقات يتحدث عنها، حالة حتى كانت يتحدث عنها العقيد عبد الباسط البحر، ربما استمعت إليه. نعم ربما استمعت إليه وهو يؤكد. العقيد اسمح لي فقط رسمي بهذه النقطة أستاذ عبد الهادي. العقيد ناطق رسمي. أستاذ عبد الهادي نعم هو ناطق رسمي، ولكنه أكد أكثر من مرة، حاولت أن أعيد له السؤال وهو يؤكد أن هذا الاتفاق يعني حدثت قبله اتفاقات كثيرة ولم يحدث شيء، وأن الألوية العسكرية لا تتبع إلا أوامر عسكرية عليا، وكل اللواء ملتزم بما يأتيه من أوامر، أو يجب عليه أن يلتزم بما يأتيه من أوامر عسكرية أعلى منه. يعني أن هذه اللجنة لا قيمة لها، وهذا الاتفاق الذي نقرأ بنوده لا قيمة لها فعليا. ما أراه اليوم من حملة الشارات العسكرية ونوع البريهات التي يحملها القادة لا تنسجم ووضع المعركة القائم فيها البلد. كنت أتمنى أن أرى بريهات عملياتية تنزع الرتب، يتحول الجميع إلى صف عسكري من أكبر قائد إلى أصغر قائد ضمن عملية عسكرية واحدة، تعني واحدية القرار، واحدية الفكرة، واحدية الهدف. لكن ما هو ظاهر؟ هنالك انعدام للواحدية، هنالك سلطات مختلفة في تعز، سلطة للجيش، سلطة للأمن مع الأسف الشديد، سلطة للسلطة المحلية، سلطة للمديريات.
نحن داخل حرب، ما لا يفهمه الجميع أننا داخل حرب. كان يجب أن نكون قد شحنا المحافظة بكامل إمكانياتها بإيراداتها من أجل أن ننتزع أهم نقطتين داخل محافظة تعز، وهو ربط تعز بالساحل الغربي حيث البؤرة الاقتصادية الثانية، وربط تعز بالحوبان حيث البؤرة الاقتصادية الحقيقية، بدلا من الصراع عن كتلة سكانية كبيرة تصل إلى أكثر من 2 مليون من السكان، تمتد من مديرية المقاطر في محافظة لحج وحتى القسم الشرقي حيث القصر الجمهوري داخل محافظة تعز متجاوزة عشرات من هذه المديريات. أقول أن هناك قصور حقيقي يحدث داخل تعز تظهر بناء عليه مجموعة من الصراعات. هذه القصور، هذا القصور يجب إعادة علاجه، يجب تشكيل غرفة عمليات موحدة في تعز. اثنين، يجب فتح فروع للجنة الأمنية بالمحافظة. ثلاثة، يجب تفعيل أدوات الضبط العسكري داخل المحافظة، القضاء العسكري، النيابة العسكرية، يجب أن تكون الأوامر العسكرية صارمة. مع الأسف الشديد بعض الألوية وبعض القيادات عاجزة حتى عن التحكم أو فرض هيبتها على أتباعها أو منهم عسكريين لديها. هنالك حالة من التضارب، هنالك أحيانا حالة من عصيان الأوامر. 17 نقطة على طريق لا يتجاوز طوله 90 كيلومتر، لا يصل إلى 90 كيلومتر، هو 79 كيلومتر من رأس هيجة العبد إلى محافظة تعز. لو أعطينا لكل نقطة 5 دقائق فمعنى ذلك أننا في ساعة و25 دقيقة نتوقفها أثناء الحركة على هذا الخط من أول نقطة، أول دخول لمحافظة تعز إلى داخل المحافظة. هذا أشبه بعملية حصار على خط الإمداد الوحيد والسيء جدا. هذا الخط في أجزاء منه ترابي وغير قابل للاستعمال، في بعض منه سيء جدا. هذه الآليات وهذا التحكم وهذا الانتشار كم تحتاج؟ 17 نقطة. لو أعطينا لكل نقطة من هذه نقاط 10 من الأفراد، نحتاج إلى طقم عسكري، نحتاج إلى عربة. نحن في محافظة نشتكي من قلة الإمكانيات. لماذا لا تدفع كل هذه الإمكانيات إلى المعركة؟ لماذا ندير معارك خارج معركتنا الأساسية؟ على الإخوة في تعز أن يعوا أننا في ظرف تحمل الناس 4 سنوات. علينا أن نحترم البيئة الحاضنة التي نحن جزءا منها. على الجميع أن يتمتع بمسؤولياته، لا نريد تصريحات. على الإخوة العسكريين أن يضبطوا الإعلام العسكري، على الإخوة المدنيين أن يوقفوا التحول إلى قادة عسكريين على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يدمروا ما بقى من الذهنية للجيش الوطني. نحن داخل جمهورية جرى فيها حالة تشظي في الهوية الوطنية، كان سقوط العاصمة بسبب حالة التشظي داخل الهوية الوطنية في القوات المسلحة، ونحن اليوم نكرر نفس المسألة. نحن نسقط هيبة المؤسسة العسكرية ونعلي من الأفراد، الأفراد ينتهون زائلون، لكن هذه المؤسسة يجب أن تبقى ويبقى وعيها بشكل كبير. ما أنجزته اليوم المحافظة يعتبر ناقصا إذا لم تستكمل بقية الأدوات. مشكلتنا في تعز أننا كما يقول المتنبي ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. هذه الإشكالية الحقيقية. لماذا لا توجد قوات وحدة سيطرة وتحكم؟ هذا جيش، هؤلاء ليسوا أفراد. قاتلنا على مدار 4 سنوات، قاتلت هذه المحافظات بطريقة الفزعة. الجميع متى ما قررت أنا أتحرك ويتحرك الآخرين خلفي. هذا ليس قتال لجيوش نظامية. علينا أن نتكلم عن مهام محددة للجيش والأمن. داخل محافظة تعز 13,000 قوة الأمن، 13,000 عنصر. نحن نتكلم عن قوة بشرية هي فيلق عسكري بكل ما تعنيه، فرقة عسكرية كاملة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. ومع هذا من في العالم يستخدم الجيش في ضبط الأمن؟ الجيش قوة لا تحتك بالمواطنين حتى لا تفقد هيبتها. هذا ما نتعارف عليه. أيضا من يعملون في الأمن يمتلكون مرونة غير عادية في التعامل، لكن هؤلاء قادة عسكريين ربما إذا ذهب ليأتي بمواطن فلن يأتي به إلا جثة. وبالتالي هذه المسائل علينا أن لا نخرج من معركتنا الأساسية إلى معارك جانبية. هذا ما أطرحه. الجانب الآخر، أنا اليوم أشكر الجميع، لكن أتمنى من القيادات السياسية، من القيادات الاجتماعية، من بعض المشيقات، من بعض من يبحثون عن أدوار يبحثون عنها. الأخ عبد الباسط تكلم عن مجموعة مطلوبين أمنيا، لماذا لا يقبض على هؤلاء المطلوبين أمنيا؟ عن مجموعة تخل ببعض. هذه عبارات فضفاضة، وهذا اتهاما
يكرروا أو محاولة دفاع ضعيفة لبعض الأطراف. هناك مطلوب أمنيا، لماذا يظل هذا المطلوب أمنيا خارج السلطة الأمنية؟ علينا أن نقوم بدور دولة، كرر رئيس الجمهورية أكثر من مرة، وعلى الجميع أن يستوعبوا إن كانوا لا يفقهون ما يقول، أن العالم ينظر إلينا من إدارة المناطق المحررة. إدارة المناطق المحررة نقطة أساسية، علينا أن نكون إما بحجم هذا التحدي، علينا أن لا نكون كالشعب الكوري الجنوبي بعد عام 1958، أن نتمتع بنوعا من العدمية والانسيابية. الجميع يجيد النقد لكن لا يجيد العمل، الجميع يتحقق بقلة الإمكانيات. ما الإمكانيات المطلوبة؟ أنا ما أخاف أن يكون الإمكانيات هي غياب الإمكانيات الذهنية. هنا نحن نكون أمام كارثة. على الحكومة وعلى الوزارات متابعة هذه الإجراءات. أعتقد أن رئيس الوزراء يحقق إنجازات جيدة بالتراجع في سعر الصرف، على بقية المحافظات أن لا تفتح معارك جانبية وتدعنا نحاول قدر الإمكان تحسين الجانبية المعيشية للناس. نعم اسمح لي أستاذ عبد الهادي أن ننتقل. هذا ما يحصل اليوم هو جزء ما يحصل إجمالا، سواء من عدم رفع كفاءة الخدمات، من عدم انتظامها، من الارتجاجات في المسألة الأمنية. ما يحصل اليوم من هذا الكلام هو يؤثر بشكل عام على أداء الحكومة، على أداء السلطة المحلية، على صورة الجيش. هنالك صورة للجيش وللشرف العسكري وللقيم العسكرية، هذه مرتبطة بما نسميه بإيديولوجيا الدولة. كيف يمكن للمواطنين أن يبدأوا بالتعامل مع هذه المؤسسات بنوع من الإجلال والاحترام مع ممارسات بعض الأطراف؟ عندما يخطئ عسكري أنا مسؤولا عن علي تسليمه إلى الجهة المختصة احتراما للقانون. يجب أن يكون لدينا جميعا رغبة أننا تحت القانون. نحن نبحث عن دولة بمعنى أن نكون متساويون تحت القانون، لا أن يكون بعضنا فوق القانون. وهذا هو بيت القصيد في هذه المسألة. الآلية التي تمارس بها رئاسة هيئة الأركان وقيادة المناطق العسكرية التعامل مع الوحدات العسكرية لا يجري التعامل فيها بنوع من الحزم والأدائية. المعروف في القانون العسكري أنك تنفذ أولا ثم تناقش، أن تكون هناك قوة سيطرة وحدة سيطرة، استكمال الأدوات من الخدمات الطبية للإمداد والتموين إلى بقية الأدوات المساعدة. كل جيش من المقاتلين خلفه جيش من الإداريين. الجميع نتحدث سقطت أسماء لم تعتمد وكانت معتمدة، تغيرت أسماء. بعض الإشكالات الإدارية التي أنا أستحي من أن أذكرها لأنها أعمالا بدائية. الجيوش ظهرت مع حياة الإنسان من ما قبل الميلاد بعشرات القرون. إذن اسمح لنا أستاذ عبد الهادي أن ينضم معنا. أستاذ عبد الهادي اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الأستاذ ياسين الذكري مدير عام الإعلام بمحافظة تعز، من هناك من تعز عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ ياسين. مساء الخير، أهلا بك. إذا أستاذ ياسين، يتساءل أبناء تعز الآن لما انشغال الجيش بالمعارك الثانوية والجانبية فيما لا يزال عدو تعز يقصف المدينة ولا يزال الضحايا يسقطون تباعا، لما برأيك؟ هو عندنا أكثر مشكلة. أنا أعتقد أنه الزميل عبد الهادي أورد نقاط مهمة ولم أكررها، وأخذ الموضوع من زاوية أخرى. يعني احنا في تعز نتكلم حول انه ابناء تعز يقاتلون في كل جهات البلاد، وهذا امر نعتز فيه بشكل كبير وهو المأمول هذا من تعز. لكن في المقابل لما يكون الحديث عن انه التشكيلات العسكرية في تعز تدير ظهر العدو وتوشك ان تتواجه ما بينها، فهذه اعتقد فضيحة. يعني الحالة الاخرى انه القوى سواء النخب السياسية أو التشكيلات العسكرية عليها أن تقرأ جيدا تاريخ هذه المحافظة. هذه المحافظة لا تقبل اليوم الواحد على مدى تاريخها. يعني إضافة إلى أنه عملية التنافس أو عملية التسابق على التفرد بعد حالة حرب أو بعد حالة ثورة هي في الأساس عملية تأسيس لحرب جديدة أو لثورة مضادة، وبالتالي هو عمل غير مشرف. يعني هو في النهاية عمل يدق الرصيد الديني. مطلوب أنه أيضا عندنا أولويات ربما غائبة نسبيا أو غير واضحة، إلى جانب ما قاله الزميل عبد الهادي حول مسألة تفعيل النيابة العسكرية أو تفعيل القضاء العسكري.
هناك ايضا شيء اخر مهم، يعني هل التشكيلات العسكريه او النخب السياسيه حتى اليوم استطاعت ان تحدد هدف واضح ومحدد لهذه الحرب؟ الحرب الاساسيه طبعا اللي هي الحرب في مواجهه الانقلاب. نعم. يعني اللي هو اسقاط الانقلاب واعاده الدوله، هذا جانب. هذا الهدف ايضا عشان يكون واضح، عشان يكون فاعل اكثر، لابد له من استراتيجيه اعلاميه. حتى الان لا توجد استراتيجيه اعلاميه، يعني كل تفصيل او كل تشكيل او كل اتجاه سياسي يمتلك اعلامه الخاص وكله متضارب، فبالتالي كيف نستطيع ان نقول انه احنا في مواجهه معركه واحده واعلامنا متعدد، واعلامنا هذا يعني هو يترجم الخلافات المتعدده، يعني يظهر هذه القوى قوى مشتته وقوى مختلفه، وهذه ايضا مشكله. يعني اعتقد انه لابد من توحيد الاستراتيجيه الاعلاميه اولا، وتحديد الهدف وتسخير هذه الاستراتيجيه لخدمه هذا الهدف، لانه عندنا مشكله انه الهدف واضح شعبيا ومشتت لدى النخبه ولدى التشكيلات العسكريه كما يبدو، وهذه مشكله. نعم، ربما هذه النقطة طرحها الأستاذ عبد الهادي العزازي في بداية حديثه وهي غياب للرؤية، ولكن دعني أسألك أستاذ ياسين، يعني كانت تعز تمضي على خطى واضحة مؤخرا وهي تمضي في طريق إزالة أسباب الصراع وتكوين اللجنة الأمنية التي أزالت الكثير من الإشكاليات في المدينة، ما الذي حدث بعد ذلك؟ السلطة المحلية بذلت جهد، يعني الحقيقة بذلت جهد كبير في هذا الاتجاه. يعني المناطق المحررة في تعز بدأت يعني تصبح ساحة واحدة بعد ما كانت مربعات، وأيضا بدأت عملية بدأت الاستقرار الأمني بدأ يظهر، الناس بدأوا يعودوا إلى منازلهم، يعني بدأت الظواهر الجيدة في الظهور وفي التقدم، لكن نتفاجأ انه يحصل اشياء اخرى واشياء من هذا النوع اللي يحدث. طبعا ما حدث اليوم اللي هو اللقاء او النقاط اللي كنت تريتيها قبل شوي، نعم، بشكل حاله متفائله يعني او حاله جيده او حاله مطمئنه نسبيا، ونامل انه تسير في اتجاه التنفيذ، لانه في النهايه عندنا عدو واحد، يعني تعدد تعدد المتناقضات الصغيره هذه وتحجب التناقض الكبير او التناقض الاساسي اللي هو انه احنا في حرب مع او ضد ميليشيا انقلابيه تتربط على بعد امكار ربما من المنطقه المحرره يعني. نعم. فهذه مسألة بحاجة إلى قراءة معمقة، وبحاجة إلى يعني وقفة بكثير من المسؤولية. مع الأسف ربما مشكلتنا من 30 سنة هو غياب المسؤولية، وهذه عاملة مشكلة متراكمة يعني. نعم. عندنا أيضا يعني تعز بدأت تتعافى، تعز بدأت يعني هناك القوى الامنيه بدات تتجهز، يعني عندنا ايضا القوى العسكريه ايضا افترض انه تكون عمليه، يعني احنا مثلا العقيد عبد الباسط تتكلم حول مساله الاستراتيجيه العسكريه، اوكي هذه مساله جيده، لكن الاستراتيجيه العسكريه ايضا تقول منطقيا بان المنطقه الرابعه اعلى من محور تعز، يفترض انه محور تعز ايضا يطلع للمنطقه الرابعه. نعم. وهذا تقريبا لم يحدث حتى الان يعني في هذه المشكله. فاقصد انه ينبغي ان يكون هناك معيار واحد لقراءه الامور، وليس معيار هنا ومعيار هناك واخر في ذلك المكان ورابع في تلك المنطقه يعني. كمان هناك يعني كما قلت انه تعز يعني قدمت نفسها على مدى تاريخها الحديث او ربما حتى من القديم، لان يعني مدينه للتنوع، مدينه للتعايش، مدينه للسلام. نعم. فعمليه تلوينها بلون واحد هذه بتشكل مشكله حقيقه، صحيح متوقف امامها يعني.
إذن شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين الذكري، مدير عام الإعلام بمحافظة تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، يعني إذن ونحن نتحدث عن تأثير الفرز السياسي على سمعة الجيش والولاء أو ولائه الوطني، برأيك إلى أي مدى يؤثر ذلك؟ لو عدنا إلى جميع الجيوش بالعالم، هل هذه الجيوش خرجت من رحم الأحزاب؟ أتت من القوى السياسية؟ الجيش مؤسسة وطنية مهمتها حماية الدستور، وعلى أيضا قيادة الجيش، حماية الدستور والنظام القائمة في أي بلد، على قيادة الجيش أن تكون لديها أدوات قادرة على تغيير البنى الثقافية لهؤلاء الجيوش. نحن استقبلنا مواطنين كانوا مقاومين، مثلا هل جرى فرز هؤلاء؟ من أين أنت؟ ما مسقط رأسك؟ نحن مجتمع مع الأسف الشديد في بنيتنا السياسية غير ديمقراطي، علينا أن من حيث المنشأ الغالبية منا غير ديمقراطي، أتينا من إيديولوجية الواحد في الغالبية، أتينا أيضا بعض الأحزاب أتت من نفس انقلابي مع الأسف الشديد، ونريد أن نبتلع الجميع ونعيد إنتاجهم بالطريقة التي نريد. اليوم في تعز يتقاتل هؤلاء يستعدون للقتال على مبنى لا زال بيد الحوثي، أحدهم يريد الدور الخامس والثاني يريد الدور الرابع. أي تنوع داخل المؤسسة العسكرية؟ هناك قانون واحد. هؤلاء عسكريين، دستور هذا البلد يقول أن العسكريين خارج العملية السياسية، لا يمكن أن نضمن بقاء مسألة ديمقراطية إذا لم يكن هذا الجيش حيادي. هذا الجيش لن يكون حيادي إذا لم يجري عملية تغذيته بثقافة وطنية غير متشظية، بأسس صحيحة، بمبادئ محددة، بقيم، بإعادة تأهيل. اليوم لو سألت العسكريين في تعز كم محاضرة سياسية أو معنوية ألقيت لهذه المجامع التي تقارب 30,000، سوف يجيبك الجميع أنه لا أحد، أو لما ظل أحدهم شعره إلى أسفل ظهره ويتكلم أنه عضوا في الجيش، والآخر له شكل كما يقال في القصص الريفية كجن المحطاب تماما، يعني ها الشكل النوع. لماذا يتم صبغ الجيش بشكل واحد بزي واحد؟ أيضا حتى من حيث مواصفات الشكل يجب إزالة الشارب، إزالة شعر الرأس. هذه المواصفات ليست شكلانية كما يتوهم الجميع. أين دور الإعلام، التوجيه السياسي والمعنوي؟ أين دور التغذية الأيديولوجية بأيديولوجية الدولة التي هي مؤسس كبير؟ لأن الأحزاب أدوات تنظيم المجتمع لممارسة السلطة، لكن بالنسبة للجيش هو الضامن لهذا المجتمع كي يمارس السلطة وكي يحافظ على أساسياته. هذه ربما بعض الإشكاليات التي تعانيها تعز. هنالك أيضا إرباك في القاموس السياسي، مدركات القاموس السياسي لدى القوى السياسية ولدى المجتمع التعزي الذي لا زال مع الأسف الشديد يدور في أدوات الصراع الكلامية للإيديولوجيات ولا يتكلم عن المصالح المعينة. أنا قلت ساعة و25 دقيقة يتم تأخير الناس في هذه النقاط، عندما الأمن في العالم كله معلومة، القتال معلومة، أين دائرة المعلومات الاتصال داخل هذه الأماكن؟ كيف يمكن إعادة تنظيم هذا الجيش؟ مع الأسف الشديد هنالك فائض من القوة البشرية لم يتم استيعابها، لم يتم إعادة صياغة. ممكن أن نسأل أيضا دائرة التوجيه المعنوي داخل هذه الألوية. بعض الألوية أقول أن بعض قيادات الكتائب والسرايا لا يحترمون أوامر قادتهم ويتمردون عليها، هنالك حالة من المقاومات. أنا ما كنت أعرفه وأنا ظليت في تعز لمدة 4 سنوات أن قسم كبير من ما يكسر أداء الأمن والشرطة العسكرية والقوات الخاصة هو الجيش. بعض قيادة الجيش هي من تكسر هذه المسألة. مرت 4 أشهر عندما لم تحضر هذه القيادات للجيش إلى مدينة التربة، بدأت الأمور تستقر. لماذا لا نكون واضحين؟ لا داعي لأن نستقلب الخارج ونكيل التهم على الآخرين. نحن من نبحث عن هذه الأطراف. أفقدنا هذه المحافظة إمكانياتها، ريادتها، عجزنا عن حشد الجميع داخل دائرة المعركة. علينا أن نكون واضحين حتى نستطيع تصحيح ما نحن فيه. نحن عجزنا عن حشد المجتمع بأكمله داخل المعركة، عجزنا عن إيجاد قواسم مشتركة. اليوم لا زال الحوثي يحتل المحافظة، يحتل رئتها الاقتصادية. على ماذا إذا نتصارع؟ على فتات الفتات؟ على ما نضيفه من أعباء على المواطنين؟
صحيح. هذه الحقيقة التي يجب أن تصل إلى الجميع. نتمنى أن نكون طرحناها بكل وضوح على الإخوة في قيادة اللجنة الأمنية. نعم. على الإخوة وكلاء المحافظة، على الإخوة وكلاء اللجنة الأمنية، على قيادة المديريات، على مدراء الأمن أن يحترموا أدائية وظائفهم. أتمنى أن لا أسمع في تعز كلمة إمكانياتنا لا تسمح. نعم، ونحن يعني نتمنى ذلك أستاذ عبد الهادي، ونتمنى أن نكون قد طرحنا الإشكالية بكل وضوح في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي عبد الهادي العزازي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.